عليك كارت اصفر هو دقيقة 95 خلصت المباراة عشان شفنا كارت اصفر. والله انا كنت مفكر انه نسيان الكارت الاصفر في المطبخ. يا سلام، روح يا مالكم، عدى مالكم، ليش تراجعت لورا؟ العب شنب 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 حلوة. يا سلام ميزرو، خلص خلص خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله، معكم احمد مجد يا اخوان، ورجعنا لكم اليوم مع عودة الزعيم الهلالي للملاعب. الزعيم اليوم يستقبل في ملعبه في الكينج دوم ارينا اليوم في افتتاح كأس موسم الرياض، استقبل انتر ميامي قيادة ليونيل ميسي. الهلال بعديد الغيابات مثل ما نعرف، غيابات لا تعد ولا تحصى، على رأسهم ياسين بونو، محمد العويس كمان غايب، تمبكتي، علي البليهي، كوليبالي، محمد البريق، سعود عبد الحميد، محمد كنو، سالم الدوسري، غيابات. ولكن الهلال بمن حضر، وبإذن الله نجلدهم اليوم، ونجلد ميسي وسواريز وبوسكيس وألبا، ونقطعهم تقطيع بإذن الله. فريق برشلونة اليوم، برشلونة المصري. فكل مشجعين برشلونة اليوم داعمين أكيد لإنتر ميامي، يعني طبعا 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 القلب يميل، يعني طبعا القلب. أنت على طول تشجع ضد الهلال، فما بالك إذا كان برشلونة المصغر، برشلونة الخماسي، يعني فريق برشلونة الخماسي يلعب اليوم. الهلال يلعب مثل ما نعرف يا إخوان لودي اليوم لأول مرة في التشكيلة الأساسية، يلعب جحفلي، خليفة الدوسري، على اليمين يلعب ياسر الشهراني كابتن اليوم ياسر، خط النص غياب سلمان، اليوم يلعب بسافيتش نيفس، قدامهم يلعب الحمدان، على اليمين ميشيل، على اليسار مالكوم، وفي الخط المقدمة الرعب الرعب الكسندر ميتروفيتش بالراس. اليوم بالراس بده يسجله هدف هدفين، يعني هذه ما عنها، يعني ما عنها يوم محور الأرض. محور الأرض اليوم محور الأرض بالرياض. محور اليوم محور الأرض، أنا تمنيت الهلال يكون كامل، كان سواه محور الضحك اليوم بالسرعات سالم. اليوم يقول لك الأرض تدور حول بوسكيس يا رجل. يا الله، لا تنسوا اخوان لايك الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الاشعارات لكم كل جديد بالقناة. سواريز وضربة البداية، يا شوف التحفة الفنية المعمارية، كينج دوم ارينا، شو إضاءة، شو كاميرات، يا إلهي يا إلهي. 25,000 متفرج ساعة الملعب، مغلق مكيف، تلعب في العصر، تلعب في الظهر، تلعب بدرجات على حرارة عالية، ما يهمك أبدا، ملعب مكيف، تلعب في أي درجة حرارة بدك إياها. من البداية الهلال ضاغط، يلا يا رب من البداية. لويس سواريز يرجع يدافع، ميسي هو الوحيد يظل قدام، لويس سواريز يرجع يدافع. الهلال كالعادة جيسوس بالضغط العالي، كالعادة بالضغط العالي، جيسوس ما يعرف انتر ميامي نصر ايتسي، ما يعرف ضغط عالي بنفس الاسلوب، موجود بوسكيس بنفس الاسلوب، ما في اوه ما في شيء، الحمداني ضيع ضيع، الحمداني ضيع، الحمداني ضيع، اذا ما فيها تسلل ما في شك يعني، ولكن الحمدان انا عرفتها يضيع بجلطه، جلطه والله العظيم جلطه الحمدان. ايش بتقول يا الهدف؟ بيجلط يا اخي، والله بيجلط الحمدان. حرام. شوف متروفيتش وين راجع، يا سلام، روح يا مالكم، عدى مالكم، ليش تراجعت لورا؟ العب شنب 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 حلوه. يا سلام ميزرو، خلص 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 خلص، تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال تعال يا ابن الحلال، يا عمري على المثلثات والمربعات التيكي تاكا، يا عمري على الخروج بالكره. ميتروفيتش هو اللي بدا الهجمه واللعبه اللي مالكم، وهو اللي هدف، يا عمري يا عمري يا عمري يا ميترو يا ميترو، قلت لك حيسجل هدف هدفين على الاقل ميتروفيتش، على الاقل 1-0 للزعيم الهلالي. دفع في مهب الريح، وين ما في حدا يا اخي، يا عمر مع انه مالكم رجع فيها، يا مين اللي لعبها؟ ميتروفيتش، ميتروفيتش لعبها مالكم، شوف مالكم، شوف شنب نص الملعب، يوبو طاف قد، يا الله يا الله على الصناعة، من لمسة واحدة همسها همسة، همسها همسة لمترو، ومترو خلاص على السريع على السريع، اتعلم يا الحمدان، دخيل الله اتعلم، خلي يتعلم، كان السنة تيجي 2-0 يا زلمة، دخيل الله حمدان يا أخي، خلي يتعلم يا أخي، معك متروفيتش تعلم يا ابن الحلال، الله الله يقول له جيتكم 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 جيتكم، شو لسه شو لسه 3-4 اليوم، سميسي ما دخل بإذن الله بإذن الله، والله وتجيب حتى مارادونا، لو مارادونا استغفر الله العظيم. أوه 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 طح
ما في ركلة جزاء ما في اشياء ركلة جزاء ما لمس الكرة لا بنصير ميامي ولك ركلة جزاء معقول ما لمس الكرة لا بنصير ميامي ما لمس الكرة ما لمس الكرة ابدا ها هاي الكرة هاي 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 شو 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 ركلة شوف 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 واضحة ما لمس الكرة خالص ركلة جزاء واضحة يا اخي حاطي لي يا اخي على المطبخ انت على المطبخ شو جابك تحكمي كرة قدم يا اخي ركلة جزاء يا جماعة وين الفار؟ ما في اي شيء يا اخي العب يا رجل ما في وين الفار؟ يا الله ضربة جزاء واضحة اضغط يا مالكم يا عمر يا الله يا مالكم يلا 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 مالكم يلا يلعب من هناك اه اليوم يلعب على اليسار خلاص مكان سالم اليوم حلوة اوه سدد يا الحمدان سدد لا 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 الحمدان 2-0 الدقيقة 12 2-0 يا جماعة الحمدان لا 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 هذا صار بعرف يشوطها لا وين حطها في العارضة يا هادي رايق رايق الحمدان يسبب حرايق لا 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 وشو 2-0 ما بعرف إذا شو 2-0 شو ما بتعرف وين برشلونة ولك وينهم برشلونة وينهم يا الله الدقيقة 12 2-0 يا جماعة متوقع والله متوقع انا بالنسبه لي انا عارف فريقي يا اخي بس لسه ما خلصت ترى لسه انا بقول لك لسه ما خلصت انا لسه في 4-5 ممكن لسه ابو تياجو ما حمي ابو تياجو انت بيحمي بعد ما تخلص اللعبه انت بيحمي يلا لكن حبيب الوطي انا تدخل تسديده لكنها مره ما في شيء بوسكس بوسكس سواريز بوسكس بوسكس يا بوسكيتس كيف جهو كيف وقفوا بوسكيتس شو جابوا لهم بوسكيتس ما في اشي لا يا بوسكيتس كان ممكن 2-1 فاهمين خطيرة والله حلوة التمريرة ميشيل ميشيل يلعبها يا الله يا ميشيل يا ناني يا ناني يا ميشيل لعبها لميتروفيتش يا الله على التمريرة شوف لي التمريرة شوف لي شنب كيف حطها يا عمري عليك يا شنب استلام الكنترول ولا أروع ولكن حب يهدف حب يهدف وانت ما تعرف تهدف دخيل الله يا زلمة العب لمتروفيتش يا أخي العب لمتروفيتش كان 3-0 في نص ساعة يا أخي روح روح يا ميشيل خطيرة امشي يا ميشيل امشي شوف الحمدان على اليمين شوف الحمدان على اليمين شوف الحمدان على اليمين حلوة حلوة شوف مالكم على الشمال يا الله يا الله وين سعود وين سالم يا اخي هذه كرات بدها لعيبة خبرة فاول دخيل الله يا زلمة شو حط تحكيم هذا يا اخي جايبين نسوان يحكموا دخيل الله يا الله شو لهم علاقة بكرة القدم يا اخي هذولا ما في شيء ما في شيء ضيع جول جول تسلل يا اخي تسلل هذا تسلل هذا هدف هدف اوه سواريز شو فيه اي مين هو ما فهمت يعني تسلل ايش تسلل جول 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 لويس سواريز ليش ما رجع ركلة الجزاء اذا في فار ركلة جزاء وطرد فيها طرد مش بس ركلة جزاء انفراد الفار بس على الهلال كمان انفراد راح ضيع شوف جول ميسي لا 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 سلموا عليش شو ترفع على اي شيء يا اخي جول ما في شيء والله نحت شوروا يا اخواني والله العظيم ما لهم علاقة في التحكيم يا اخي هون تسلل يا ما فيها شيء تسلل سواريز ما فيها شيء تسلل فيها يعني فيها يشك هلا يا عمر الجحفلي وخليفة الدوسري اسيست ميسي واسيست شو هذا يا زلمة خلينا نوزع اسيستات لسواريز ولميسي ما فيها شيء
لا لا يشك يا اخي انا قلت ليه بس فيها يا اخي فيها سواريز طالع جسمه حلوه خطره راحت الحمدان اوه يا ميشيل يا ميشيل لا 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 شوف 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 وسي الثالث في الدقيقة 44 حلو حلو جدا الدقيقة الأخيرة تقريبا في الشوط الأول 3-1 كويسة كل تحس كل ما يضغط الهلال ما شوف ان بيجي الهدف يعني كل ما ضغط الهلال وجد ثغرات ومساحات في دفاع انتر ميامي يعني تلعب فيه على كيفك على كيفك بتلعب في المساحات كل ما ضغط الهلال تفتح المساحات والثغرات في دفاع ميامي هدف ثالث الحمدان صنع هدف ماني مصدق والله ماني مصدق هدف واسيست الحمدان شوفي الحارس خروج حارس المرمى خطا ايش كيف خرج شوف شوف كيف خرج حارس المرمى وين خرج وين خرج لو اقصر لاعب اقصر لاعب اقصر لاعب بيحط في الراس لا 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 لا, لا. اقصر حارس وين طلع حارس طلع على ضشوشه زلمه وين طلع هذا جاب العيد والله جاب العيد حارس ميامي حلوه حلوه خلص يا الله يا متروفيتش شو صار عليه متروفيتش يا الله شو اللي ضيعه هدفين في دقيقتين ضيع فرصتين محققتين للتسجيل في دقيقتين شوف الاسيست من مالكوم يا حرام يا ميترا لا ما انتظرتها منك شوف شوف كيف لحط له اياها مالكوم على طبق من ذهب على طبق من ذهب يا بداية الشوط الثاني يا اخوان 3-1 اتوقع انا قابلة للزيادة ممكن انا اتوقع قابلة للزيادة ولا اوه ولا اغني لك يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة سارة الليل يا ابو ثلاثة خلصها والله شالة خلصها خلصها شنب يا عمري عليك يا شنب ولي ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة سارة الليل يا ابو ثلاثة وثلاثة يا ابو ثلاثة سار الليل يا ابو ثلاثة بالكينجدوم ارينا لا ترحموهم سار الليل يا ابو ثلاثة هلالي بتش عيونهم شوف ركلة الجزاء او ماي جاد والله هي ضربها ترى ركلة الجزاء جول 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 3-2 ولعت 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 اليوم الجحفلي مو مركز ابدا يا اخوان اليوم مو مش مركز هو مع ميامي 10 ضد 12 قام نلعب يا جماعه والله العظيم اسيست وركله جزاء مو شو هذا يا زلمه والله ميسي ما سوى عملك ميسي ما سوى اسيست لحد الان اوه شو هذا لا اوه تعادل لا 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 شو صار شوفي لا 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 مو طبيعي كيف حطها هذا الرايس يا الله ميامي بيسجل على النتفي جوال يا عيب الشوم والله يا عيب الشوم يا الله والله يا عيب الشوم ما لحقت يا اخوان اللي عم يعيدونا بالهدف كيف صارت يا ميامي يا ميامي يا الله بدقيقة واحدة قولين هدفين يا اخوان حرام انهيار انهيار من جانب الهلال بس كيف صار يا ميسي شوف ميسي والباص يا الله كيف عطاه لا يا الله شوف الوطيان منو هذا اللي طاح والله فاول لا حول ولا قوة الا بالله شو التحكيم هذا زبالة يا رجل والله زبالة علينا اكثر من فاولين ثلاثة ممكن كروت صفراء ضربة جزاء بيرجع بس بالفار علينا اكد الهدف بالفار علينا وركلة الجزاء اكده يا اخي حقك ضربة جزاء حقك والفار وهدف سواريز صحيح ولكن اعطيني حقي انا كمان بالفار يا اخي متروفيتش يا الله يا الله متروفيتش ما في شيء تسلي الحمدان انا ما اعتقد واحد اوه الحمدان عادي يعني ما تعتب عليه يعني اخذ الزاوية الصعبة بده يفوتها يعني بده يفوتها من 5 سنتي انت من 7 متر ما بتدخل جول ممكن يعني ما فيه من 7 متر ما بدخل جول بدك تدخلها من 5 سنتي من زاوية ميتة والله عارضة شكلك هو زيطة ممكن جول
اها خطيره لا 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 راحت بعيده بعيده راحت فالت فالت شوف لسه يا ساتر اه جوردي ميسي راحت راحت بعيده يا ساتر يا شو اللي عمله ميسي يا اخوان والله مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي شوف شوف يا اخي والله اشتقنا اشتقنا من زمان من زمان كشم القميص ساسر الشهراني يا زلمه اضربه في الارض وحطه في القاع تجره من القميص ليش سلام يا سافيتش يا سلام سافيتش ما كملت يا سافيتش يا سافيتش ما في ما قدر يسدد ما قدر يسدد يا لعيب يا سافيتش شوف الاختراق بين ثلاث اربع لاعبين بالمهاره يعدي شوف 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 يا اخي والله هو اللي خربطه ميشيل بعد يا ميشيل خربطه يا اخي بعد خليه يسدد ما بعرف دخل في الهجمه يا اخي تركو خطيرة هاي خطيرة ضربه ضربه لا تخلي يكمل يا اخي ضربه خطيرة بعيدة بعيدة والله بعيدة خاطري هاي يا ساتر يا ساتر يا المالكوم يس يا السلام على الرابع يا السلام على الرابع يا السلام على الرابع مالكوم يا عمري بالراس 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 حرام يا اخي والله حرام ثلاث نقاط نحن ضيعناها من ايدنا والله العظيم يا رب دقيقة 88 يا الله مالكم بالراس اخذ دور متروفيتش لا 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 عرضية ياسر يا الله يا الله حلوة 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 من مالكم مالكم بالراس على طريقة متروفيتش والله صحيح سيمون ما تصدالها بس قوية قوية كثير ومرتاح مالكم في الحراسية شوف شوف ضربت في الأرض الكرات اللي تضرب في الأرض صعبة على حراس المرمى يا جماعة للأمانة صعبة جدا على حارس المرمى يا مالكم يا مالكم يا مالكم يا مالكم شوف 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 يا الله يا مالكم يا عمر عليك يا عمر عليك يا مالكم 4-3 يا ويلي يا لقاء يا اخوان دراماتيكي لقاء دراماتيكي 4-3 عمي الزعيم بمن حضر عمي الهلال بمن حضر هاي ناقصين 7-8 لعيبه يا زلمه 5 لاعبين اساسيين ناقصينهم من التشكيله الاساسيه لو كان كوليبالي وبونا وسعود والبلاهي موجودين كان ما استقبلنا 3 اهداف صدقني كان ما استقبلنا كان ممكن استقبلنا هدف ممكن هدفين لو شقت حالها مجحفل يلعب معاهم يا زلمة 10 ضد 12 يا الله يا زلمة 10 ضد 12 يا جماعة يا ميشيل يا ميشيل شاطها مو شوط ارحمنا يا زلمة ارحمنا تفكر حالك مودريتش ولا كواريزما دخيل الله حرام يا اخي حرام اشتغل على الانهاء يا اخي اشتغل على الانهاء كارت اصفر هو دقيقة 95 خلصت المباراة عشان شفنا كارت اصفر والله انا كنت مفكر انه نسيان الكارت الاصفر في المطبخ كنت مفكر نسيانته في المطبخ والله ما هي جايبته نعم يا اخوان نهاية المباراة فوز الهلال 4-3 فوز مستحق يا جماعة رغم الغيابات الهلال يضرب في افتتاحية كأس موسم الرياض في افتتاح ملعب الكينغدوم ارينا ميسي تقريبا نقدر نقول هو فريق ما انتر ميامي هو المحرك هو القائد هو كل الهجمات تمر من عنده الهلال 4-3 بجدارة واستحقاق مالكوم برازيلي واسمر برأسه سامبا في الدقيقة 88 ثلاث نقاط مهمة جدا ننتظر لقاء الخميس بين ميامي والنصر في الكينغدوم ارينا الرقصة الأخيرة بين ميسي كريستيانو رونالدو كريستيانو آخر أخبار تقول انه مش جاهز لسه ما تأكدت جاهزيته من عدم جاهزيته بالنهاية يا اخوان الف مبروك للزعماء الف مبروك لجماهير الهلال هارد لك لجماهير برشلونة لا تنسونا يا اخوان لايك الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس شاطئ تشوفكم كل جديد تحياتنا لكم والسلام عليكم